علاج رائع لضيق الرزق ووقف الحال. ماذا أفعل إذا ضاق رزقي؟ هل هناك أدعية بالفعل لتكثير الرزق؟ وهل الحسد له أثر على قلة الرزق؟ أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة كثير منا اليوم يعاني من قلة الرزق، يعاني من ضيق الحال. أحيانا يدعو الله ويظن أن الله لا يستجيب له. طيب ما هو الحل أخي الحبيب؟ الحقيقة هناك علاج بسيط جدا، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. للأسف معظمنا يجهل أن القرآن فيه قوة هائلة جدا تغير حياتك. وهذا الكلام أخي الحبيب ليس من عندي، هذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أي أنه لو كان هناك قرآن تستطيع أن تسير الجبال به أو تزلزل الأرض وتقطعها أو تستطيع أن تتكلم مع الموتى لكان هذا القرآن. هذه إشارة رائعة لوجود قوة خارقة في القرآن العظيم تستطيع أن تغير بها الكون وليس حياتك فقط. لذلك هناك آيات أخي الحبيب في القرآن العظيم مهمة جدا أن تتدبرها أكثر من أن تقرأها، لأن الكثير منا حقيقة يقرأ آيات من القرآن ولا يفهم منها شيئا. مثال على ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول لك: أنا قرأت هذه الآية ولم أستفد شيئا. طيب هل فهمت هذه الآية؟ هل فهمت أن الله تكفل برزقك، ولكن بسبب أنه سميع عليم لا ينزل عليك من الرزق إلا ما يصلح حالك؟ هل علمت أن الله حكيم بالفعل؟ لو أنزل عليك رزقا واسعا لبغيت في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا الإله العظيم أخي الحبيب، أولا يجب أن تستيقن أن هذا الإله هو الذي خلقك، هو الذي هيأ لك هذه الظروف. يعني من الذي أقعدني هنا أنا الآن؟ من الذي خلق هذا البحر من خلفي؟ من الذي خلق هذه الغيوم؟ من الذي خلق كل شيء؟ من الذي جاء بي إلى هنا؟ من الذي هيأ لي أسباب أن أتكلم معك الآن؟ لولا نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة القرآن أنا لا أستطيع أن أجلس هنا أصلا. وبالتالي أخي الفاضل يجب أن تعلم أن عملية الرزق ليست هي المال، إنما هناك أشياء أهم بكثير من الرزق. خذ مثال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم تحمل كثيرا، كانت تمر الأشهر ولا تدخل إلى جوفه قطعة لحم، كان يربط حبلا أو حجرا على بطنه من شدة الجوع، كان يؤذى في سبيل الله ولا يجد من ينصره أو يحميه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هل قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال إن الله لا يستجيب لي؟ هل قال والله لماذا هذا الإله العظيم يرزق أبا جهل ويرزق سادة قريش ولا يرزقني مثلا؟ طيب ما هو مقياس الرزق؟ مقياس الرزق أخي الحبيب ليس هو المادة. الرزق حقيقة أن تستيقن أن الله قادر أن يرزقك، هذا هو أكبر أنواع الرزق. يعني إنسان لديه المال الكثير ولكن للأسف ليس لديه قناعة، يعيش حياته وهو يلهث وراء المال، يعيش حياته وهو يتعب، ينسى نفسه فينساه الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. طيب ما هو علاج ضيق الرزق؟ أول شيء الثقة بأن هناك رزاقا كريما ينزل بقدر ما يشاء. لا تقل، إياك أن تقل دعوت ولم يستجب لي، لأنك تكفر بالله. لماذا أخي الحبيب؟ تأمل معي هذه الآية الكريمة، الله تعالى يقول فيها، وهي معادلة رياضية، معادلة كونية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما معنى ذلك؟ يعني هل هناك احتمال أن يستجيب أو لا يستجيب؟ لا، آية واضحة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تماما كأنك تقول واحد زائد واحد يساوي اثنان. ولكن أنت تقول يا رب ارزقني. طيب هل تعلم أن أقل أنواع الرزق هو المال؟ الإيمان بالله أليس رزقا؟ نعمة الأمان أليست رزقا؟ أن تشعر أنك قريب من الله أليس رزقا؟ أن يكون لديك ولد صالح، أن تقر عينك بزوجك، أن تقول الحمد لله. والله أنا أعتبر أن أعظم رزق يتلقاه الإنسان إذا قال الحمد لله، لأن كلمة الحمد لله لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت عليهما. أن تقول لا إله إلا الله. لذلك أخي الحبيب هناك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأحد الصحابة، عندما دخل إلى بيت الله فوجد رجلا في غير وقت الصلاة، فقال يا رسول الله، شكى له الحال، شكى له ضيق الرزق، شكى له وقف الحال. وأريدك أن تتخيل معي أخي الحبيب هذه اللحظات، أنك تقف في مواجهة الحبيب الأعظم. يجب أن تتخيل، لأن القضية ليست قضية كلام، قضية يقين. الكلام أنت لا تحاسب فقط على الكلام، تحاسب على نيتك، على يقينك، على ما في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أريدك أن تقف الآن بعقلك وقلبك وروحك وتتخيل أن النبي هو الذي يخاطبك، وأنك تشكو حالك لهذا النبي وتقول يا رسول الله، ديون أهمتني وهموم لزمتني وحالي واقف، ماذا تنصحني يا رسول الله؟ هذا ما قاله الصحابي الجليل لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الحبيب؟ انظر معي أخي الحبيب، تراكمت الديون على هذا الصحابي وعصفت به أمواج الهموم، ماذا قال له النبي؟ فقط تخيل وتوقع. اليوم يعني أنت لو شكوت لأحد سيقول لك اذهب واعمل، أنا سأعرفك على شخص يشغلك عنده، خذ هذا المبلغ ودبر حالك، اعمل كذا. لا 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 لا، النبي لم يفعل، مع أنه قادر أن يعطيه المال ويقول له اقضي دينك. ماذا قال له النبي؟ قال شيء غريب والله أيها الأحبة، أنا فقط أريدك أن تتخيل أن رسول الله أمامك. قال له الرسول، ألا أعلمك دعاء أو كلمات إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. يا سلام، هل هناك أجمل من أن يقضى دين الإنسان ويوسع له في رزقه ويكشف الله عنه الهم والغم؟ ماذا قال له النبي؟ قال قل اللهم. سبحان الله، شيء غريب، رجل يشكو له قلة الحال،
يقول له توجه إلى الله، نحن اليوم نقول له توجه إلى الشركة الفلانية، توجه إلى المصنع، توجه إلى السوق. النبي أمره أن يتوجه إلى الله، قال له قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ما معنى أعوذ أخي الحبيب؟ ألتجئ، أحتمي، يا رب أنا أطلب منك الحماية. هنا ملمح رائع كيف يتعامل النبي، كيف ينظر النبي، نظرة النبي للحياة. كأن لسان حال النبي يقول له اترك هؤلاء الناس جميعا والتجئ إلى الله، عنده الحماية، عنده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأحبة كيف علمه دعاء لقضاء الدين. إذا لا يخرج شخص ويقول يا أخي أنتم تسوقون للخرافات والخزعبلات، هذا كلام النبي أخي الحبيب، هذا كلام سيد البشر. لماذا نحن اليوم معظمنا لا يقتنع بالدعاء ولا يقتنع بهذا الكلام؟ لأننا نعيش عصرا ماديا، أمواج الإلحاد تضرب هذا العصر فتأثرنا بها، طوفان من الإلحاد. لذلك نعود إلى الله ونستيقن أن الله على كل شيء قدير، ونطبق هذا الحديث الشريف، عسى الله أن يبدل حالنا إلى أفضل حال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.